السلام عليكم. الو، السلام عليكم. خذ اجر في كلمة السلام عليكم تاخذ 10 حسنات، اما الو كلام الانجليز والغرب الفرنسيين مش تاخذ اجر. الو، ما اجرك في الو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك يا شيخ دلوقتي انا لقيت مبلغ في المواصلات. الحمد لله. كبير ولا صغير؟ كبير كبير كبير. ماشي، بعدين رحت يعني للموقف اللي هو بتاع المواصلات دي، ووصلت لهم نمرة، يعني سألت لو حد جه سأل عطيت له نمرة. طيب شوي، كام الوقت بقى اللي أصبر عليه؟ سنة. سنة؟ أعرفها سنة. بدم كبير يعني، بدم كبير. ذنب كبير بتقول؟ ما دام المبلغ كبيرا، لكن إذا كان مثلا 100 جنيه 200 جنيه مش هيبحث عن مصاحبها لمدة سنة، لكن لو مثلا 10,000 20,000 صاحبها يدوخ عليها 5,000. ماشي الله يبارك فيك. سنة، انتبه وعرفها تعريف جيد حتى يعني تصل إلى صاحبها، وأجرك على الله، لا تخشى من فوات الرزق.